بسبب انتهاك حرمة مدارسنا من قبل سلطات الاحتلال. شكرا لكم. أشكركم جميعا الشفاء العاجل لمن أصيبوا، وأن يحرر من اعتقل من شبابنا ألا وهو عز الدين إبراهيم، اعتقلته السلطات الإسرائيلية والآن موجود في قصرين، نتمنى أن يفرج عنه ويعود إلى مجتمعه. شكرا لكم جميعا، وسدد الله خطاكم أن تبقوا على هذا الطريق النضالي المشرف. دمتم ودام جولاننا العربي السوري من أجل وطنه سوريا الحبيبة. وشكرا.